السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة فيروز كرافت تايم. العمل ديال اليوم طبيعة الحال غادي نحتاجو العجينة السيراميك، الوصفة موجودة في القناة. غادي نحتاجو الغراء الأبيض، وغادي نحتاجو لهاد الدبابيس المخصصة للفولار، وغادي نحتاجو لهاد البريون، راه موجود وكيتباع غير بدرهم الوحدة. وغادي نحتاج قطعة ديال الإسفنج باش نتبت عليها الدبابيس. أول حاجة غادي ناخد العجينة ديال السيراميك، غادي نلولبها على هاد الشكل هكا، وغادي ناخد هاد الدبوس غادي نديرو في الغراء الابيض بهذا الشكل، وغادي نديرو في الوسط ديال هاد العجينه اللي شكلت، وغادي نجمع عليه بهاد الطريقه باش هكا يثبت ليا الدبوس وسط عجينه السيراميك. غادي نعاود نفس الحاجه مره اخرى، غادي ناخد الدبوس غادي نغطسو في اللصاق او الغراء الابيض، وغادي نديرو هنايا في الوسط غادي نخشيه بهكا، وغادي نجمع عليه العجينه باش هكا نضمن انه ثبت على الدبوس. صافي، هنايا غادي ناخذ هذاك البريون اللي عندي. انا هنايا خلطت اللون الذهبي، وعندي جوج الانواع ديال الفضي غادي نخلطهم حتى هما، لانني بغيت نحصل على لون كارتي، ما بغيتش هذاك البريون يكون صفر بزاف، يعني بغيت نهرسو شويه بالفضي. صافي، وغادي نخلطهم مزيان قبل ما نبدا نخدم بهم. دابا غادي ناخذ هاد العجينه اللي صايبت من قبل، غادي نغطسها بهذا الشكل في اللصاق او الغراء الابيض. خصني نعمرها كامله، وحتى لو بقات شي بلاصه ماشي مشكله، تنعاود نديرو اللصاقه. وغادي نغطسها في البريون بحال هذا الشكل هكا، هاي كما كتشوفوا راه بقات ليا البليصه ما تقاصتش باللصاقه. غادي نضيف ليها اللصاق، وغادي نعاود نغطسها في البريون، نسوسها مزيان ونثبتها فوق الاسفنجه باش هكا تنشف. ونفس الطريقه غادي نديرها مع هادو اللي بقاو ليا. صافي، هنايا من بعد ما كملتهم كاملين غادي نخليهم يباتوا ليله كامله حتى ينشفوا مزيان ويشدوا في راسهم، عاد غادي نكملوا العمل ديالنا. صافي، هنايا من بعد ما نشفوا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نحتاج دابا العجينه ديال السيراميك لونتها باللون الابيض، يعني زدت عليها ملون ابيض، انا كنستعمل غير الملونات الغذائيه. غادي نحتاج لهاد الطويبعات ديال القليب وديال الوريقه ديال الشجر، ممكن تستعملوا اي طويبعات عندكم. وغادي نحتاج المدلك. اول حاجه غادي نطلق العجينه ديال السيراميك فوق هاد الوراق ديال الزبده غير باش ما تلصقش وباش ما تعذبناش في الخدمه، يعني غادي نحاول نطلقها غير بشويه حتى كنوصل لواحد القياس رقيق بزاف، لانه ما خصهاش تجينا غليظه باش هذوك الوريضات يجيونا زويونين. صافي، هذا هو القياس اللي بغيت،
غادي ناخد هاد المرشم ديال القلب وغادي نبدا كنطبع العجين ديالي. من بعد غادي ناخذ هذا القليب وغادي نبدا كنضغط على الحواف ديالو باش ما يبقاوش ليا غلاض بهاد الاداه ديال عجينه السيراميك او عجينه السكر، راهم موجودين عند اللي كيبيعوا الادوات ديال الحلويات. صافي غادي نضغطها بحال هكا. غادي ناخذ اللصاقه بشي عود او فرشات، غادي نديرها هنايا في الاسفل، وغادي ناخذ العجينه اللي فايت لي وصايبت في الدبوس وغادي نلوي عليها هاد القلب بهذا الشكل. طريقة راه سهله بزاف، تبعوا غير الخطوات اللي داير انا في الفيديو. صافي هنا من بعد ما لويتها على هذاك الدبوس غادي نجمعها من التحت مزيان ونزير عليها باش كنضمن انها تلصق حتى هي مزيان. بالنسبه للشكل الاخر ديال الورقه اللي كيجي بحال هكا، يعني غادي ناخذ هنايا المرشم ديال الوريقه. كما كتشوفوا العجينه خاصها تكون رقيقه. المرشم اللي انا خدمت به هو هذا، فيه تشناف، وممكن تخدموا بهذاك اللي كيجي سامبل على حسب الرغبه ديالكم نتوما شنو بغيتوا. صافي هنايا غادي نطبع بحال هكا. صافي وغادي ناخذ دبوس غادي نديرو في اللصاق او الغراء الابيض، وغادي نثبتو هنايا مزيان في الوسط، يعني غادي نحطو وغادي نضغط واحد شويه بحال هكا، وغادي نجمع الحواف بهذا الشكل. طريقه راه سهله بزاف، يعني غادي ناخذ دبوس الاخر غادي نديرو في اللصاق، غادي نحطو هنايا في هاد الوريقه، كنشوف غير اللور من القدام ديالها. صافي وكنضغط، يعني كنورك عليه واحد شويه باش يدخل، وكنجمع الحواف بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ هاد الراس اللي داير على شكل سكين، وغادي نبدا كنرسم خطوط ديال الوريقات بهاد الشكل، يعني كنرسم فيهم وانا كنضغط واحد شويه باش يبقاو باينين فاش تنشف ليا عجينه السيراميك، يعني اترسموهم بهاد الطريقه. طريقه راه سهله بزاف، خصكم غير تضغطوا واحد شويه باش يبقاو باينين، يعني كتجي بهاد الشكل هذا. وغادي ندير نفس الحاجه مره اخرى، غادي ناخذ السكين وغادي نرسم خط في الوسط، وغادي نخرج منه دوك الخطيطات اللي كيكونوا في الجناب. صافي هنايا من بعد ما كملت العجينه كلها اللي عندي وخليتها تقريبا مده يومين حتى نشفات مزيان 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 وقساحت، كتجي بهذا الشكل هذا. صراحه جاوا زوينين بزاف، و تيبقاو محافظين على دوك الرسومات او هذاك النقش اللي كنديرو فيهم، يعني ماشي كتيبس وكيحيدو، يعني هذوك لي ديتاي كيبقاو محفورين في العجينه. كما كتشوفوا معايا كيجيو بهذا الشكل هنايا. بالنسبه لهادو اللي كتكون فيهم هاد الحفاشويه حريشه ولا كيوقعنا فيهم شي مشكل، ناخذ غير مبرد ديال الاظافر بحال هذا صافي، وغادي نبردوهم غير هكا بشويه، راه غادي يولي عندهم الملمس ديالهم زوين.
وكطبقه حمايه بطبيعه الحال غادي نديروا لهم الفيرني، غير انا ما درتوش دابا حتى نبغي نخدم بهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوريضات ديالنا ديال اليوم اللي صايبنا من عجينه السيراميك. نتمنى انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، صراحه جاوا زوينين بزاف بزاف بزاف. ممكن نزينوا بهم اي حاجه بغينا، مثلا طابلو بغينا نزينوا شي طابلو نحطوه في الصالون، او مزهريه، او بلاطو ميغوار. كنشوف دابا مؤخرا بزاف ديال لي بلاطو ميغوار كيزينوهم بعجينه السيراميك، وضروري ما غادي ندير شي عمل اللي نزين به باستعمال هاد الوريضات اللي صايبنا في القناه، ونشاركوا معكم بطبيعه الحال. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره، ما تنساوش الاشتراك في القناه، تخليوا لايك وتعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده كيف العاده. الى اللقاء، شكرا على المتابعه.